الكلام على كل ما كتب هناك اللي حكى عن المواطني ومفهوم المواطني مش مذكور طبعا بالوثيقة. شكرا على اللي دعوا المجهود وعطي كل رقم سمعت شو بقول لك مسعود صوت محليك وعينها الأساسية الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني مؤسسي ليكم تدعس علينا مين عم يدعس عليكم؟ أنا طلبت اعتذار كان مفروض يعتذر سيد توني في ناس ما بتعرف تعتذر بتلاقيها صعبة بس هذا الشيء ما بيعني أنه منهم معترفين بغلطهم وأنا مضطر أرفع تقارير للإدارة وأنا ما بدي أعمل هذا الشيء وأنت بتعرف ليش الوهبة مستلم القضية يا رحتر نحن نربحها 100% آخر همة مين بيربحها؟ خليت حادثة صغيرة بلا طعم تأثر عليك تفضل ليك وصلنا هلا بدك يعني تخلى عن القضية عم تحلمي رحت على المحكمة توني ربحت القضية وفيت الزلمة مقبض بعدين شو؟